ستعب فليكس دقيقة قبل ما ارجع لو فين عشان احدد بس هنا نوع الجريد عن فريم او تو هذا الخارجي اسود عادي ممكن اخليه سميك عفوا الداخلي اخليه بحجم نحيف واللون ايش مثلا ازرق اللي هو الجريد حدود اللي هو الفيلد فعندي هذا اللي هو بيكون بحجم الخارجي بيكون بحجم اكبر يفضل وعندي الداتا اللي هو ايش الفونت حق الارقام اللي بشكل هوريزونتال هنا بقول لك بحددها مثلا 14 بختار لون اي لون كنا نختار كذا عشان يكون عندي شكل ظاهر بظهر اسماء الاعبار برضو هذا الاعبار اللون الاخضر بحاول اظهر له ايش الويل نيم نان اقول له هنا ويل نيم بيطلع قلنا بشكل حجم كبير لكن خليه الياس نيم لون الاسم المختصر بعد ذلك بروح ايش لايش ليجند عند الليجند اللي هو شرح الخريطه يس اقدر هنا اويل برودوسر واختار له حجمها اللي بخمسة دانا اريال حجم الخط حقه ممكن اكبرها واخليه برضو 14 فرضا واللون اختاره احمر ولا اي لون ثاني عادي ريد اوكي هذا عندي اللون اويل برودوسر ممكن تروح في اي مكان احركها بالماوس عادي جدا لو كعنوان او كذا في عندي الهيدر اللي هو ايش عنوان للمابز للبيس ماب احنا نتكلم على حال بيس ماب الهيدر ممكن اعمل هنا اضيف هيدر سيت اب بسميه ايش هنا لو هيرو اويل فيلد اعمل اوكي طبعا بيرفضها ليش؟ لان هنا في شيء علامة اقتباس ضروري تعملها قبل اي مسمى تعمله علامة اقتباس اللي هي شيفت مع حرف الطاء في البداية وفي النهاية مجرد ما تعمل اوكي بيطلع الاسم عندي هنا على طول هيرو اويل فيلد حجمه هنا بتحكم في حجمه سيت اب طبعا في عندي هنا الفونت اغير الحجم الى 14 او كعنوان بخلي 16 او 18 لونه ازرق غامق او فاتح اعمل اوكي ايضا بشكل ايش اوضح ممكن اخليه هنا فوق اعلاهم هيرو اويل فيلد ممكن اضيف حتى مسمى للهيدر ممكن اضيف مسمى كمان ممكن اخلي بعيد هنا باللغه العربيه الاوفيم يسمح بهذا الشيء كذلك بروح ايش الهيدر سيت اب لاحظ هنا بضيف ايش ممكن اعمل داش او شرطه حقل ايرو الانتاجي اها او انتاجية حق حيرو اعمل اوكي حق الحيرو الانتاجي بالعربية هذا حلو جدا اما حاجة تكون داخل علامة الاقتباس الان بنبدا اليوم اللي معنا زي ما قلنا له ايش انزل هذه تحت عشان ما تغطيش على الشاشة اللي هو ايش من هوم في عندي ايش بابل مابس الخطوة الاولى اللي هي ايش قبل كل حاجة عندي في هنا بيقول لك طبعا عندك هذه from بابل مابس سيت اب from سيت اب كليك ذا سكيما تيبلز عشان تضيف اللي هو ايش عندك اللي هو الماتري والدالي برودكشن من هنا تيبلز مش عاملها عملية تشيك تروح تعملها عملية تشيك وتعمل ايش مانتلي كومبليشن وديلي كومبليشن عشان تضيف التيبلات عشان نبدا نشتغل عليهم شوف احدد لك المانتلي وغيره بروح للبرنامج اوكي برجع للبرنامج انا عملت التيبلات قد ضفتهم بروح الان بقول لك ايش فروم ذا فلتر بين من الفلتر بين حدد فقط المانتل برود عشان تعمل السنجل روح هنا ذا الفلتر عندك الفلتر بين لاحظ هنا تيبلز داتا اضغط عليها عادي بتحصل هنا في عندك ديلي في عندك مانتلي انا اشتعمل على ايش على المانتلي عمل تشيك بوكس بيتحدى عندي بدا المكان وشوف لاحظ قبل ما عملت تشيك بوكس كانوا 95 كمبليشن او 95 بيع انتاجي مجرد ما احدد المانتلي برودكشن اللي معاها ابار لديها فلتر هنا بالفلتر حددت فقط عمل فلتريشن او فلترنج فور ذا مانتلي برودكشن فقط مانتلي برودكشن اللي معاها مانتلي برودكشن هي 40 دائره اذا اوكي الان الخطوه الاولى صحيح ببدا بعدين من ايش من هوم عندك ايش
بابل ماب، اضغط على بابل مابز بيقول لك حدد هنا كريت بابل مابز. اذا كنت اعمل سنجل فاريبلز، لاحظ ان بروجكت فاريبلز بختار له اولا الديت، بعمل اضافه للديت تاريخ واضيف هنا الديت اولا لاي حاجه بضيف الديت. بعدين لو اشتعمل لحاجه واحده فقط للمانتري مثلا اويل، لو كان سنجل فاريبلز بعمل ايش؟ مانتري اويل. عمل نكست فينيش. الان بعمل كريتنج للسنجل فاريبلز، وان سنجل فاريبلز فقط اللي هو ايش؟ المانتري اويل. المانترا اويل ظهرت عندي بابل مابز، هذه عندي بابل مابز، هذه شكلها اللي هنا عفوا. ببدا ايش؟ لاحظ هنا اللي هي بابلز بشكل فقاعات، العبر اللي لها انتاج شهري 40 بير من 95 اجمالي 95. اذا ببدا اشغل هنا عندي البابل مابز واشوف كيف حركه الفقاعات في انتاجيه العبر هذه اللي معها مانتري برودكشن كيف تزايد او تناقص خلال الاشهر الموجوده فيه. بضغط على هذه اللي هو ايش عندي هنا؟ له تشغيل بلاي موفيز او انيميشن نسميها. بيظهر عندي هنا الحركه في الانيميشن بالوان مختلفه، والفقاعات ممكن تزداد او تنقل. بعد شوي بتلاحظ ان في زياده ونقصان في الفقاعات. لاحظ تبدا كلما زاد الانتاج كلما زادت الفقاعات، وكلما اصبحت ايش الانيميشن حقي خلال اشهر من شهر لشهر تزايد الانتاج في بعض الاعذار في 40 بير. فهذه بنسميها ايش؟ بابل مابز فور سنجل فاريبلز لو مانتلي اويل برودكشن. طب لو اردت ان اعمل فور ثري فاريبلز اللي هو الاويل والووتر والجاز، برجع مره ثانيه من هوم او بروح هنا برضو على طول هنا فاريبلز، اضغط باليمين على البابل مابز فاريبلز، ترجع لنفس المكان. هنا عندي مانتلي، لما اضيف ايش المانتلي اويل بعدها باقي ايش جاز، بضيف مانتلي برود جاز نفس المسمى مانتلي برود اويل مانتلي برود جاز اضافه، هذه اد مانتلي برود ووتر هذه اد فور 3 بابل فور 3 فاريبلز. ممكن اعمل نكست على طول فينيش انا اضفتهم. لاحظ هنا زادت العبر عندي برضه نفس الكلام 40 بير. ببدا اشغل اللي ايش عمليه ايش البابل مابز عشان تبدا من البدايه للنهايه. لاحظ هنا الفقاعات، حركه الفقاعات، الانيميشن للانتاجيه العبر 40 بير هذه بالنسبه للاويل والجاز والووتر. ولاحظ اعطي لك الوان مختلفه حسب الثلاثة الفاريبلز الموجودة عندك. وبتبدأ الحركات تزايد وتناقص في بعض العبر، بعضها توقفت وترجع تزداد وهكذا إلى أن ننتهي عندي من بداية الإنتاج. لاحظ هنا بداية الإنتاجية للعبر هذه من متى كان؟ من 1993 12 أو 1/12/1993 إلى كم؟ إلى أي عام؟ خلال سنوات إلى 2012 1/12/2012 يعني إيش؟ خلال كم سنوات؟ من 93 ل 2012 تماما انتاجية هذه العبار. بشغل العكس، لاحظ هنا يوريك برضو بطريقة عكسية الانيميشن للعبار. حلو اللي هنا طيب، هذا اللي ايش عملناه البابل مابز بطريقة سهلة وسلسة للسنجل فاريبلز اللي هو اذا كان اويل فقط او ووتر فقط او جاز فقط. ممكن اعملها الثلاثة مع بعض 3 فاريبلز. وهذه اللي طريقة، طبعا محاضرة هي طويلة اليوم خطواتها كثيرة، لكن في حاجات انتم بخليكم تطبقوها لوحدكم لان في عندي اللي هو على اكسرسايز انتم تعملوها. طبعا هنا طبقنا المانتلي برود ووتر مانتلي برود اويل مانتلي برود جاز.